اهلا ومرحبا بكم متابعي رويال. الجنيه الاسترليني مقابل الدولار ارتفع خلال تداولات هذا الاسبوع ووصل الى اعلى اسعاره خلال عام 2021، مدعوما بتوقعات ارتفاع اسعار الفائده خلال العام المقبل وايضا بسرعه حمله التطعيمات ببريطانيا ضد فيروس كورونا. وتعالوا نشوف التحليل الفني للاسترليني مقابل الدولار. الجنيه الاسترليني وصل لمنطقة المقاومة الأساسية عند مستويات الـ 42، ومن المتوقع الهبوط كتصحيح لاختبار خط الاتجاه الصاعد، وأيضا نسبة تصحيح 50% في بوناتشي عند مستويات الـ 39.90، ومن المتوقع بعدها الارتفاع واختراق منطقة المقاومة الأساسية الـ 42.30 ثم الصعود إلى مستويات الـ 43.30. لو عندك استفسار تقدر تكتب لنا في التعليقات. كان معكم محمد منصور من القاهرة.